القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها بمنطقة التجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتقلت السلطات المصرية سيدة من الجنسية الأوكرانية اعتادت الخروج لشرفة منزلها والتجرد من ملابسها أمام المارة والجيران، واستدعى جيران السيدة التي تقيم في منطقة التجمع شرق القاهرة أجهزة الأمن حين ألقت القبض عليها وأحالتها إلى النيابة بتهمة التحريض على الفسق والفجور. ومن جهتها قالت المتهمة أمام أجهزة الأمن أنها أوكرانية الجنسية واعتادت أن تخرج لشرفة مسكنها في بلادها وتتجرد من ملابسها وتقوم بكامل حريتها باعتبارها في منزلها، وأشارت أيضا أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونا. كذلك ذكرت أيضا أنها وصلت إلى مصر بصحبة مجموعة من أصدقائها في رحلة سياحية لزيارة معالم القاهرة، وعقب عودتها لتناول العشاء خرجت للجلوس في الشرفة وتجردت من ملابسها العلوية. لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلك مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.